أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مرصد الأحداث. مشاهدينا الكرام، نكرس الحديث اليوم في حلقة اليوم عن تضييق الحريات من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وقمعها للمواطنين وكذلك تدخلها في شؤونهم الخاصة المستمرة وكذلك بخصوصيات حياتهم. من واقع تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية وتضييقها على كل شيء، صعدت ميليشيا الحوثي الانقلابية من مضايقاتها على أفراح الناس واحتفالاتهم كأسوأ جماعة متطرفة. قررت الحوثية أن تفرض على الناس والمجتمع ما يناسب مزاجها من لباس، وأن تقيد أيضا أفراحهم واحتفالاتهم بما يتناسب مع هذه الميليشيا الإرهابية. حديث اليوم مشاهدين الكرام عن تضييق الحريات المستمر وفقا للتقارير الصادرة التي رصدت أكثر من 800 انتهاك خلال العام الجاري من أفراح وغيرها منعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتهم. مسلسل قمع طالبان صنعاء لحريات الناس وخصوصياتهم وأفراحهم لا يتوقف. اقتحامات وتعسفات تطال كل ما له علاقة بالبهجة والمرح، استنادا إلى موروثها المتطرف وتعاليمها الكهنوتية. موجة إرهاب وتقييد حريات وحرب شعواء على ملابس النساء وعباياتها وظفائرها، وتدخلات فجة في خصوصيات طالبات الجامعة، واقتحام قاعات الأعراس والحفلات لمنع الأغاني والأناشيد الوطنية، وهي تهم تبدأ بالاقتحامات وتنتهي بالقتل والاعتقالات. طالبان الحوثية صعدت من وتيرة اقتحاماتها لحفلات الأعراس والتخرج، حيث تفيد التقارير باقتحام الحوثيين لأكثر من 85 عرسا وحفلة تخرج تحت مبرر منع الغناء بمكبرات الأصوات، تزامنا مع إصدارها تعميمات متطرفة تجرم الغناء والآلات الموسيقية بحسب فكرها الإيراني المتطرف. انتهاكات حوثية ظلامية شملت اعتقال أكثر من 200 شخص من فنانين وأهالي عرسان وطلبة جامعيين خلال النصف الأول من العام الجاري، وكذا شنوا حملات اقتحامات للمقاهي والمطاعم والمنتزهات السياحية في حرب تضييق وإرهاب على المجتمع اليمني ومحاولة إذلاله وتركيعه. في كل يوم يصحو اليمنيون على تعميم جديد لطالبان الحوثية يستهدف حريتهم ويضيق عليهم أفراحهم، وفي المقابل على اقتحامات وتعديات عناصرها على محال ملابس النسائية لسلبها ونهبها أو إغلاقها تنفيذا لوسوسات وخزعبلات زعيمهم المأفون والمارق. حملة التضييقات والتدخلات في خصوصية الناس وحياتهم المدنية بلغت أوجها وسط غضب واحتقان متناميين يتزايدان مع مرور الأيام، غضب قد يتحول إلى فعل خارج عن السيطرة يضع نهاية لجماعة الإفك والإرهاب والتضييق والتطرف. شكرا للزملاء الذين عدوا لنا هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة. أسعد الله مساءك أستاذ عبد الرحمن. أسعد الله مساءكم بالخير والعافية. أهلا ومرحبا بك. ما شاهدناه في الآونة الأخيرة أستاذ عبد الرحمن من تضييق للحريات والتعدي على الخصوصيات من قبل هذه الجماعة المتطرفة غير مألوف لدى الشارع اليمني، كيف تقرأ هذه التقارير التي ترصد كل هذه الانتهاكات على المستوى والمضايقات الشخصية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمني وضد من هم خاضعين تحت سيطرتهم، سواء كان في المزاج العام بوفقا لأفراحهم وتدخلاته فيها وكذلك في اللباس وغيرها من القرارات التي تصدرها تلك الميليشيا؟ نعم، هو حقيقة ما يتم رصده وما يتم تداوله هو جزء من الحقيقة، هو جزء من هذه الممارسات التي تمارسها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها. هناك تضييق شديد على الحريات، هناك تدخل على خصوصيات الناس. هذه الأحداث كانت قد بدأت الميليشيات مارستها في صعدها في منذ 2004
وما بعدها في المناطق التي كانت تسيطر عليها، كانت تبدأ تفرض آراءها وتدخل في حياة الناس وفي خصوصياتهم، إلى درجة أنه كنا نرصد أن الميليشيات الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها تحدد الساعة كم يتم نوم الناس، وتداهم المنازل التي ترى أنه لا زال الناس صاحين فيها. هذه حالات كثيرة تحدثنا مع أصحابها عندما يروا أن هناك بيت يعني والع، ما الذي يجعلكم صاحين لهذه؟ فكانوا يتدخلوا في خصوصيات الناس الداخلية، يعني حتى في عيشتك، في منزلك، في سهرك، في نومك، تريد الميليشيات التي تضع لك كل برنامج، هو نوع من عملية تعبيد الشعب، هو نوع من عملية تطويع الناس، هو نوع من عملية الاستماع إلى صوت الجماعة فقط، ولا يبقى للناس أي نوع من الحرية من ممارسة حياتهم الطبيعية، من ممارسة أفراحهم، مناسباتهم، إلا وفقا للرؤية التي تراها جماعة الحوثي. والهدف ليس الهدف هدف ديني ولا إخلاقي بقدر ما هو هدف سياسي، تسعى منهم ميليشيات الحوثي إلى تعويد الناس على الاستماع، وتعويد الناس على الطاعة، وتعويد الناس على العبودية. نعم سيد عبد الرحمن، يعني نتحدث عن 2004، ليست بالجديد هذه الأفكار التي تحملها ميليشيا الحوثي الانقلابية، بأي مسوق كانت تعمل بها داخل محافظة صعدة حتى وصلنا اليوم تلك الآثار نراها اليوم في صنعاء بعد انقلابهم؟ هو لا مسوق قانوني ولا شرعي لها سوى لغة القوة، وأيضا إهمال الدولة وضعف الدولة من تلك الفترة وحتى هذه اللحظة. يعني لا يوجد رادع لجماعة الحوثي، هي جماعة سلالية، جماعة إرهابية، جماعة يعني تسعى لاستخدام الدين في الوصول إلى السلطة، في السيطرة على الناس، في إذلال الناس، تستخدم الدين الذي دعا إلى الحرية وإلى التفكر وإلى يعني الانتخابات وإلى اختيار الحاكم. اليوم جماعة الحوثي تسعى إلى تعبيد الناس بهذا الدين لها ولملاليها، وأيضا إلى ولاية الفقيه في إيران، وإلى سيد الكهف الذي موجود داخل اليمن. إذن كل ما يحدث لا علاقة له بالجانب الديني ولا بالجانب الإخلاقي بقدر ما هو جانب سياسي، تسعى ميليشيات الحوثي إلى استخدام الدين في فرض هيمنتها وفرض سيطرتها وفرض آرائها، وأيضا تعبيد الناس ومصادرة حرياتهم لصالح الجماعة. نعم ربما تحدثت عن غير مسوق قانوني كانت تعمل به ميليشيا الحوثي الانقلابية في 2004 في محافظة صعدة مرورا بالحروب التي شنت ضد هذه الميليشيا، اليوم ما نشهده في مناطق سيطرتها نجد هناك توتر حقيقي من هذه التجمعات، خصوصا مثلا على سبيل المثال حفلات التخرج التي أنزلت بها قرار بإلغاء تلك الحفلات، نرى هناك حراك صامت ضد هذه الميليشيا الحوثي الانقلابية، أولا بالترديد النشيد الوطني بدلا من صرخة الموت التي ترددها ميليشيا الحوثي الانقلابية، كذلك في الأعراس الغير مسبوقة، يعني يبدأ تدشين العرس والحفل بالنشيد الوطني، هذا الحراك الصامت إلى أي حد أعطى رعب لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى تتصرف هذه التصرفات؟ عفوا بس أستاذ عبد الرحمن تسمعني؟ حصل نعم الآن تسمعني، أعيد عليك السؤال سيد عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن برمان إذن ربما عاد إلينا أستاذ عبد الرحمن، تسمعني؟ عبد الرحمن الآن نعم تسمعني سيد عبد الرحمن؟ نعم أعيد عليك السؤال، كنت أتحدث عن هذا الحراك الصامت في وجه ميليشيا الحوثي الانقلابية وعن التصرفات والقرارات التي صدرت مؤخرا عن هذه الميليشيا والجماعة المتطرفة، هذا الحراك ربما أرق ميليشيا الحوثي الانقلابية وزاد من حدة التوتر لديها بأن هناك رفض شعبي على مستوى حفلات التخرج بدأت بالنشيد الوطني غير معهود التي تريد ميليشيا الحوثي الانقلابية ترديد الصرخة يرفض ذلك، وكذلك في الأعراس أيضا تدشن الأعراس بداية بالنشيد الوطني، حتى في المدارس
هتفوا لليمن ولم يهتفوا لهذه الصرخة، ما الرابط بين هذه القرارات وتوتر ميليشيا الحوثي الانقلابية من هذا الحراك الصامت أمام ما تقوم به من أعمال تعسفية ضد أي جمهرة شعبية؟ نعم، هو الرابط بين كل هذا هو الميليشيات الحوثية هي تسعى إلى السيطرة على مناحي الحياة العامة بشكل عام، سواء كانت في المدرسة، في الكلية، في المعاهد، في الأعراس، حتى نتحدث عن المنازل، حتى في لبس الناس، حتى المحلات الملابس، ما الذي تبيعه، ما الذي تفصله، يعني هناك تدخل في أخص خصوصيات الناس خلافا للدين الإسلامي الذي أعطى الحرية الكاملة للناس وجعل هذه الأشياء من الأمور التي تعود إلى يعني قناعة الناس وإيمانهم إذا كانت في إطار المقبول، في إطار المعقول. لكن ميليشيات الحوثي هي تتصرف بتصرفات تطرفية، وهو تطرف سياسي قبل أن يكون تطرف ديني. هي الآن تسعى إلى السيطرة، حاولت فرض سياستها في المدارس، في المعاهد، في الكليات، وجدت مقاومة شعبية كبيرة. بعض الأحيان يحاول الناس أن يتحاشوا الصدام مع الجماعة بسبب عنفها وسبب العنف الذي تمارس على الأفراد وعلى الناشطين، لكن في نفس الوقت هناك يعني مقاومة مجتمعية، هناك رفض مجتمعي كبير لهذه الممارسات. نحن نلاحظ مقدار ما يتحدث فيها الناس في السوشيال ميديا وفي التواصل على الخاص، ويشرحون كيف أن الناس يعيشوا حالة من الضنك وحالة من الرفض الشعبي، وفقط كل الناس ينتظرون متى يمكن أن يتخلصوا من هذه الميليشيات التي تجثم على يعني صدور اليمنيين، وينتظروا متى يمكن أن يكون يوم الخلاص، متى يكون الجيش الوطني على مشارف صنعاء. نعم، تضييق الحريات بشكل عام في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، الضغط يولد الانفجار، الكل يعلم ذلك. أستاذ عبد الرحمن، نتحدث عن مزيد من الضغط تمارس هذه الميليشيا بحق من هم خاضعين تحت سيطرتهم، بالمقابل هناك حراك صامت، على ماذا تعول ميليشيا الحوثي الانقلابية بمزيد من انتهاكاتها ضد من هم خاضعين تحت سيطرتها؟ هي تنقل التجربة الإيرانية، وهذه التجربة أيضا هي تتوارث الميليشيات الطائفية في اليمن، في العراق، في أماكن كثير من العالم، أنه هذه الفكرة الذي يحملونها لا يمكن أن ينتشر بالعلم، ولا يمكن أن ينتشر بالإقناع، ولا يمكن، لأنه يتنافى مع عقيدة الناس، مع العقل، مع المنطق، وبذلك لابد أن يكون أن يفرض هذا الأمر بالقوة. فبذلك لا يمكن لميليشيات الحوثي أن تقبل بصندوق الانتخاب، لا يمكن لميليشيات الحوثي أن تقبل بالحرية، لا يمكن لميليشيات الحوثي أن تقبل بالديمقراطية، لا يمكن لميليشيات الحوثي أن تذهب إلى الانتخابات، لا يمكن لها أن تقبل بالقوانين وبالدستور التي يفرض المساواة بين الناس. وبذلك هي ترى أنها في كل هذه المجالات، في ميدان العلم وفي ميدان الديمقراطية والحرية وفي التنافس، سيكون سيذهب اليمنيون، يذهب بها إلى مزبلة التاريخ. فهي ترى أنه لا يمكن بقائها إلا عن طريق ممارسة العرف. ثم الآن ميليشيات الحوثي كل يوم تطورت أكثر في دماء اليمنيين وفي مضايقتهم وفي انتهاك حريتهم، وبذلك هي ترى أنه أصبح لديها مشكلة وثار مع كل اليمنيين، فلم يعد أمامها سوى أنها تستمر في هذا النهج، وأي عودة إلى الخلف هي ترى أنه لا يمكن لها أن تحقق أي إنجازات في الجانب السلمي، السنوات الماضية كانت كفيلة بذلك، لم يكن لها أي وجود نهائيا في لا في انتخابات ولا في المجالس النيابية ولا في المجالس المحلية، وكانت تخسر حتى في داخل صعدة. لو حدثت الانتخابات هو مركز قوتها، وفي ذمار وفي حجة المناطق التي تتواجد فيها ستهزم ميليشيات الحوثي عن طريق الانتخابات، وبذلك هي لا ترى سوى العنف وسوى القوة في فرض السيطرة، كما حدث في ولاية الفقيه في إيران. كانت هناك الأغلبية السنية وأغلبية مذاهب أخرى، وكانوا يشكلوا أقلية، فشيعوا الناس بالحديد والنار، وهم الآن يسعون إلى فرض هذا الأمر في اليمن وفي العراق. نعم عبد الرحمن. نعم نعم. طيب سيد عبد الرحمن، نتحدث يعني بما يتحدث به الشارع، يعني يقول بأن ما جاءت به ميليشيا الحوثي الانقلابية نوع من الالتزام، نوع من الحشمة. نتحدث، البعض يتحدث أن هذا تطرف من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، تطرف ديني، والآخر
ربما يضعه في خانة التطرف السياسي. كيف تلعب ميليشيا الحوثي الانقلابية على الوتر الديني بناء على تطرفها السياسي؟ هي دائما هذه الميليشيات الطائفية هي تستخدم الدين، لا علاقة لها بالدين. لو أتينا نتكلم عن الإخلاق وعن القيم، هؤلاء مارسوا عملية الاغتصاب في السجون والتحرش في السجون، اختطفوا النساء التي المرأة اليمنية لها كرامتها وسمعتها، فعلت جماعة الحوثي. فلا يتحدثوا عن الحشمة ولا يتحدثوا عن الالتزام ولا يتحدثوا عن التدين في ظل هذه الممارسات البشعة. هؤلاء سفكوا الدماء، وهي يعني اكثر حرمة من 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 من, من كل امور اسس الدين هي دماء الانسان والنفس البشرية التي الله سبحانه وتعالى خلقها ونفخ فيها من روحه. هؤلاء يزقون الارواح، وهؤلاء ينتهكون الأعراض، هؤلاء يفجرون البيوت، ينهبون. فلا يمكن أن يتحدثوا عن جانب ديني وعن جانب إخلاقي وعن جانب تقوى الله وعلى أنه هذا يخالف عادات وتقاليد المجتمع. نحن مجتمع يمني محافظ، لا يمكن أن يفرض علينا أحد قضية الإخلاق وقضية الحشمة وقضية كذا، لأننا مجتمع محتشم. المجتمع اليمني هو أفضل المجتمعات العربية والإسلامية في الحشمة وفي اللبس وفي، لكن كل هذا يقوم به اليمنيون من ذات أنفسهم كقناعة، يعني كقناعة خاصة. لكن اليوم الحوثيين يبحثون عن أشياء، يعني عن يعني يقول الثوب ضيق، الثوب لابد أن يكون بدون خيوط، يبحثوا عن تفاصيل الأمور، الأمر الذي يجعلنا نتأكد أنه هذا الأمر لا يعلق له بالجانب الديني ولا بالجانب الأخلاقي، وإنما هي محاولة لعملية تركيع الناس وتعويدهم على العبودية. هذا النموذج الإرهاب أو التطرف الديني شهدناه لبعض الجماعات المتطرفة كطالبان وغيرها، ربما الوجه الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية بناء على تلك الجماعات المتطرفة، أين يكمن وجهها فيما تمارسه ضد الحقوق والحريات والتعدي على الأمور الشخصية؟ هو هناك يعني تطابق بين الجماعات المتطرفة التي تمارس يعني التدخل السافر في حقوق في خصوصيات الناس، كما فعلت جماعة داعش وتنظيم القاعدة. وانظر إلى مصيرها، المجتمعات ترفضها، المجتمعات ترفض كل يوم، هي تتراجع. وكذلك هذا ما سيحدث عن جماعة الحوثي. الفارق فقط انه تلك الجماعات هي جماعات منحرفه، يعني لديها افكار متطرفه، لديها قناعات، لديها كذا. لكن جماعه الحوثي لا يوجد هذا الفكر الديني، هو بعيد عنها، وفكر سياسي ينبأ يعني يسعى الى تطويع المنطقه لولايه الفقيه، يسعى الى تحويل اليمن الى ولايه ايرانيه. لا يمكن ان يحدث ذلك الا عندما يصبح المجتمع مجتمع مطيع، مجتمع يعني هم يبحثون عن اشياء يتحرشون فيها في المجتمع ليفرضوا عليه رايهم، يبحثوا عن أشياء يعودوا المجتمع على الطاعة، تعويد تطويع للمجتمع على أن يركع لهذه الميليشيات. لكنه هناك يعني أمر عكسي من قبل المجتمع، المجتمع يرفض هذه التدخلات، المجتمع بكل فئاته يقف صفا واحد ضد ميليشيات الحوثي. أنا كما كان يتحدث معي أحد الإخوة اليوم يقول أنه أنا أنتظر، قال اللحظة التي سينقض اليمنيون، قال اليمنيون لديهم صبر على هذه الميليشيات، على بشاعة ما تقوم به من ممارسات ضدهم في مناحي حياتهم. لم يتركوا مجال للحياة، يعني جففوا كل منابع الحياة، يعني حتى من الناحية المعيشية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الإخلاقية، من الناحية الأمنية، من كل الجوانب اليمنيون يعيشوا حالة من الضنك في ظل حكم هذه الميليشيات. وبذلك دائما الميليشيات المسلحة سواء كانت ما ذكرت في تنظيمات داعش أو ايضا التنظيمات التي هي الحوثيين والحشد الشعبي في العراق وميليشياته في سوريا، هي تمشي على نفس النهج، محاوله الفرض سيطرتها وفرض رؤيتها وفرض افكارها على الناس بالقوه. الاسلام جاء يتحدث للعقل الانسان بالاقناع، وهؤلاء جاءوا يفرضوا، لا اقول انها رؤيه اسلاميه ولكنها رؤيه ولايه الفقيه في ايران. هذا النموذج التي تتحدث عنه سيد عبد الرحمن طبقته أو تطبق نموذج داعش بحذافيرها عندما سيطرت على أجزاء من العراق وكذلك أجزاء من سوريا، كانت الإعدامات الميدانية، كانت التدخل في خصوصيات الناس وحياتهم باللبس، كذلك بإجبارهم بإطلاق اللحى وغيرها، يعني
نموذج بحذافيره تطبق هذه الميليشيا الحوثي الانقلابية؟ دعنا نناقش هذا الموضوع من زاوية المجتمع الدولي. صنف هذه الجماعات جماعات إرهابية وبدأت الحرب عليها علنية بتحالف دولي، بينما ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى اليوم لم نرى هذا التحرك الذي ربما حتى زادت أكثر بشاعة من بشاعة داعش، لأنها جاءت بشعارات وهمية وغيرها سيطرت على الدولة، لم تفعلها داعش. المجتمع الدولي حارب تلك التنظيمات بتحالفات دولية، بينما ميليشيا الحوثي الانقلابية ما زالت تتعاطى معها ولم تصنفها حتى اليوم كجماعة إرهابية، وأيضا تتعامل معها في المحافل الدولية. نظرة المجتمع الدولي حيال هذه الجماعة إلى اليوم حتى لم تصنفها كجماعة إرهابية؟ هو المجتمع الدولي هو عبارة عن دول كبرى لديها مصالح في المنطقة، لديها تواجد في المنطقة، لا يمكن أن يبرر تواجدها لا سواء كان لدى شعوبها أو يظل لدى شعوب المنطقة، إلا إذا كانت إذا ظلت هذه المنطقة تظل في حالة مرحلة صراع، ولا يمكن أن يحدث هذا الصراع إلا بوجود هذه الميليشيات المتطرفة. جماعة الحوثي يعني أمس واليوم الإعلام الأمريكي يتحدث حول ضغوط الأمم المتحدة. تخيل الأمم المتحدة، ضغوط الأمم المتحدة على الإدارة ترامب عدم إدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، ويعني هناك إعلان من إدارة ترامب أنها تسعى إلى قبل أن يغادر البيت الأبيض إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية. اليوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة تتواصل مع إدارة ترامب وتطلب منه عدم إدراج ميليشيات الحوثي ضمن المنظمات الإرهابية، ميليشيات الحوثي التي زرعت أكثر من مليون لغم في اليمن التي فجرت آلاف المنازل والبيوت، تجنيد الأطفال، التي جندت الأطفال، التي مارست كل أعمال الإرهاب، كل أعمال العنف، التي أسقطت الدولة، التي حاصرت الرئيس والمؤسسات الحكومية والوزراء، التي أعدمت الناس في الشوارع، التي أعدمت الجرحى، التي قتل العشرات من المعتقلين في تحت التعذيب في سجونها. أبشع جرائم مارستها جماعة الحوثي لو نظرنا إلى ضحايا تنظيم القاعدة في اليمن وضحايا الحوثيين، لو وجدنا أنه ضحايا تنظيم الحوثيين هو أضعف فقط ما مارسته جماعة تنظيم القاعدة في اليمن. لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ يعني إلى حد اليوم 6 سنوات والشعب يعاني، وهناك مطالبات بربما الضغط على هذه الميليشيا والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد تجاه هذه الميليشيا، لكن نرى هناك كيل بمكيالين. لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ المجتمع الدولي كما ذكرت اليوم تخلى عن القيم التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ميثاق الأمم المتحدة، دور الأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين، هي نشأت من أجل هذا الأمم المتحدة، حماية الأمن والسلم الدوليين، إذا تعرض للخطر الأمم المتحدة تتدخل. اليوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقوم بدور عكسي، يعني هناك إشعال للحروب في كثير من مناطق العالم من ضمنها اليمن. نحن لاحظنا كيف أنه المبعوث الأممي والأمم المتحدة والدول الكبرى التي يعني رافقت الحوثيين من داخل. سيد عبد الرحمن؟ نعم تسمعني؟ هل أي سيد عبد الرحمن هل تسمعني أم فقدنا الاتصال معك؟ تغلق وكان عدد تقلص عدد يعني الموظفيها في اليمن، واحيانا طيب يغادروا اليمن. مجرد بيان يعني يصدر من داخل الصحراء مجموعه مسلحه يمكن افرادها يعدوا بالعشرات، لكنها كانت تنتظر هذه اللحظه، بل انه كان هناك ضوء اخضر للحوثيين لممارسه هذا الدور. سيد عبد الرحمن اختم معك. استنزاف نعم. كبير، لكن موقف المجتمع الدولي هو الذي يدعمه. يعني تخاذل المجتمع الدولي أو صمت المجتمع الدولي حيال ما يحدث من هذه الانتهاكات والإجرام والإرهاب الذي تمارسه هذه الميليشيا الحوثي الانقلابية، وفي المقابل أيضا تلك الانتهاكات والتضييق على الحريات في من هم خاضعين تحت سيطرة تلك الميليشيات، الأثار المستقبلية التي تترتب، خصوصا نتحدث عن 6 سنوات نشاء جيل في هذا الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأثار المستقبلية على أبناء اليمن في مثل هذه الانتهاكات؟ عبد الرحمن
سيد عبد الرحمن، هل ما زال معنا سيد عبد الرحمن أم فقدنا الاتصال به؟ إذن يبدو فقدنا الاتصال مع المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة. أشكره جزيل الشكر لكل ما تحدث به حول هذا الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية وتضيق على الحريات وتتدخل في خصوصيات منهم خاضعين تحت سيطرتهم. للشارع اليمني رأي حول تلك الانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيا الانقلابية، دعونا نشاهد أبرز ما تحدثوا به من خلال هذا الاستطلاع الذي أجره لنا الزملاء. تدرك الميليشيات الحوثية أنها في آخر أيامها، وبذلك هي تسعى إلى كبت المجتمع، فهي تقوم بخنق المجتمع والتأثير عليه ومنع الاحتفالات ومنع حفلات التخرج، تحاول أن ترسم في هذا المجتمع حزن عميق أن تكبته، بحيث يعني يصل إلى مرحلة أنه ينفجر يقولوا لو كان لو كان. هذه ميليشيات يعني رجعية تحاول أن تخلف اليمن وأن تردهم إلى الخلف وأن تدمر مستقبلهم، تدمر الهوية والوطنية، الهوية الوطنية، وذلك بإقامة حفلات تخرج خاصة بهم. هناك ميليشيات خارجة عن نظام القانون قامت بتغيير المجال وقامت بمنع المواطنين من حفلات التخرج من الجامعات، حفلات العراس باشا من عادات والتقاليد، ومنعتها من ذلك. فلماذا هذا الظلم الذي يجري على شعبنا اليمني؟ ومن أين أخذوا ذلك القوانين أتوا بها وليست موجودة في قوانيننا اليمنية، ويريدون في ذلك طمس الهوية اليمنية أو ما شابه ذلك؟ ميليشيات الحوثية حولت الأفراح إلى عزاء ومنعت الناس عن عاداتهم وتقاليدهم، وذي انتفوا المشايخ والعقال من داخل البيوت، ومنعوا الحرية ومنعوا الناس عن كل شيء كانوا يعتادوه من قبل. طبعا ميليشيات الحوثي منعت المواطنين من إقامة الحفلات، منعت الخريجين تبع الجامعات من إقامة حفلاتهم، منعت الناس حتى من إقامة العزاء في المناطق الذي مسيطرين عليها. يعني تريد من المجتمع كامل أن يعيش المأساة الذي تعيشه، المأساة الذي تعيشها ميليشيا الحوثي، تريد أن من كل مواطن أن يعيش هذه المأساة. جماعة الحوثي جماعة تقود الناس إلى محارق الموت، ونجحت في أكثر من المقابر، تسعى إلى تدمير الشعب، إلى تدمير الأطفال، إلى تدمير الحياة الذي يعيدها الإنسان، تمنع الناس من أفراحهم من أعراسهم. إذا أراد أي إنسان يمني أن يعمل له عرس أو يعيش حياة يعني في سعادة، فإذا به تحاربه، تمنع الاحتفالات في الأعراس. جماعة الحوثي هي جماعة إرهابية منعت الناس من الدراسة ومنع حتى من الجامعات وحتى من حفلات الأعراس، وشردت الناس وبهذلت الناس، فنحن إن شاء الله لهم بالمرصاد. أما نحن هنا في مأرب فنحن بلاد الوئام وبلاد السلام وبلاد المحبة، وإن شاء الله سنقيم احتفالاتنا وأعراسنا بإذن الله. هذا التفاؤل سوف يتم في هذه المعنويات العالية لأبناء الشعب اليمني رغم كل هذه الانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيا الإرهابية. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة من برنامجكم مرصد الأحداث. حديث اليوم حول تضييق ميليشيا الحوثي الانقلابية للحريات للمواطنين وتدخل بخصوصياتهم في حياتهم اليومية. إذن مشاهدينا الكرام، معنا عبر الهاتف الناشط مختار الوجية. سعد الله مساء أستاذ مختار. اهلا وسهلا اخي العزيز، حياك الله وحياك قناتكم قناة سهيل اخي العزيز. اهلا ومرحبا بك أستاذ مختار. لم يعد يخفى على أحد، يعني بعيدا عن التقارير الصادرة من قبل المنظمات التي ترصد هذه الانتهاكات، بات من الواضح هناك مضايقات حقيقية وفعلية تمارسها هذه الميليشيا بشكل واضح
وبكثرة على المستوى التدخل بحياة المواطنين بحياتهم الشخصية وكذلك بخصوصيات. من أي زاوية يمكن لك أن تقرأ هذه التدخلات والانتهاكات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، منذ الانقلاب المشؤوم لهذه الميليشيات الحوثية سنة 2014 على الدولة وعلى الحكومة الشرعية واستيلائها بقوة السلاح على بعض المناطق من اليمن، لقد سرقت هذه الميليشيات الكثير والكثير من على ابناء الشعب اليمني. لقد سرقت منهم، لقد سرقت من الأمهات فلذات أكبادهم وساقت بهم من الجبهات، سرقت فرحة الأطفال بالأعياد، سرقت هذه الميليشيات بالرواتب الموظفين بصالحها، سرقت اللقمة من فاه المواطن، سرقت الفرحة من 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 من, من وجوه الناس. هذه الميليشيات ما أبقت على شيء في اليمن إلا وسرقتهم. هذه الميليشيات لا تريد لأي ظاهرة من لأي مظاهر تحت مناطق سيطرتها إلا كل ما كان يخدم توجهها. منعت المظاهرات، منعت التجمعات إلا ما كان في بمناسبة الأعياد الدينية الخاصة بها. واليوم ما يحصل من منعها للاحتفالات في الجامعات، هي رأت في الفترة الأخيرة كمية الحماس وجدهم للأناشيد الوطنية والأغاني الوطنية التي أشعلت في نفوس الجماهير وفي نفوس الطلاب معنى حب الوطن. هذا الشيء أخف من الفتح الحوثي. أنا يوم ما أن رأيت تلك المظاهر في صالات التخرج في سواء في محافظة إب أو في صنعاء أو في كل المناطق التي سيطرت عليها الفتح الحوثي، أدركت بأن هذه الميليشيات الحاسمة ستمنع هذه الاحتفالات، لأن هذه الاحتفالات هي تنمي الروح الوطنية في نفوس أبناء الشعب اليمني، في نفوس الطلاب، ويمثل وحب الانتماء هذا يمثل خطر على مشروع هذه الميليشيات. نعم سيد مختار، بمثل هذه التصرفات إلى أي حد تسعى ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى استهداف الجمهورية وطمس معالم الجمهورية بمثل هذه الانتهاكات؟ أخي العزيز، استهدفت هذه الميليشيات هويتنا الوطنية ابتداء من الملازم المسخرة لحسين بدر الدين الحوثي، التي تريد اليوم أن تفرض هذه الملازم على مناهجنا الدراسية، على الطلبة في الجامعات. أرادت هذه الميليشيات أن تهين حلقات القرآن الكريم والمدارس لتحفيظ القرآن الكريم، وحاربت الحفاظ ورسلت بهم خدمة لمشروعها القادم، هو المشروع الشيعي الاثنى عشري في اليمن. هذه الميليشيات أصبحت تمارس كل أنواع الإجرام، كل أنواع الظلم، كل أنواع القهر، تريد أن تطمس هويتنا الوطنية. هي الآن تستخدم مصطلح اسمه مصطلح حرس الأرض، ومعناه حرس الأرض السنية واستبدالها بالمكون الشيعي، حرس المكون السني واستبداله بالمكون الشيعي. كل ما يموت للسن لصلاة، كل ما يموت للإسلام بصلاة، تريد هذه الميليشيات أن تستأصله. كل ما يموت للروح الوطنية للهوية اليمنية بصلاة، تريد أن تستأصله. هذه الميليشيات تريد أن تستأصل الشعب اليمني من جذوره، تستأصل هويتهم، تستأصل تراثهم، تستأصل تاريخهم، خدمة لمن دعمها ومولها وأوجدها على الساحة اليمنية. نعم مختار، بالنسبة لما تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتدخل بالخصوصيات والتضييق على الحريات، هذا الباب الذي دخلت منه ميليشيا الحوثي الانقلابية كشكل من أشكال الانتهاكات التي تمارسها ضد من هم خاضعين تحت سيطرتهم، ما الذي تريد تنفيذه من أجندات لهذه الميليشيا بمثل هذه التصرفات؟ أخي العزيز، الميليشيا الحوثي تم صناعتها، معروف أن تم صناعتها صناعة استخباراتية، ووجدت على الساحة اليمنية لأجل أن تكون كبري للمشاريع الخارجية في اليمن، سواء كان مشروع الصهيوني أمريكا أو المشروع الإيراني أو غيرها من المشاريع. لذلك الميليشيا الحوثي الآن تعمد إلى إسكات الصحفيين، تعمد إلى إسكات الخطباء في المساجد، تعمد إلى إسكات حفاظ القرآن الكريم، تسعى إلى إسكات الناشطين، تسعى إلى إسكات كل من حولها، وبالمقابل تعمل على 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 صناعة هالة إعلامية سواء عن طريق الناشطين التابعين لها أو عن طريق القنوات الفضائية التابعة لها. تريد أن تظهر هي اللي تكون هي موجودة على الساحة اليمنية، وفي نفس الوقت تريد أن تسكت كل من حولها. لا يمكن لمن أن 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 ينجح مشروعها في اليمن
الا اذا اسقطت كل هذه الاصوات من حولها. اما هذه الاصوات طالما وطالت هذه وظلت هذه الاصوات تتعالى هنا وهناك فان ميليشيا الحوثي مشروعها في خطر. قبل ان يكون الخطر على الميليشيا الحوثي الاطفال في الجبهات، هناك خطر على ميليشيا الحوثي وهي الافواه والاقلام. تريد ان تسكت الافواه وتسكت الاقلام لاجل ان يعني هناك خوف وقلق من قبل هذه الميليشيا حتى بدات تمارس مثل هذه الانتهاكات. وهنا يقودنا الحديث واختم معك في هذه النقطه، اذا هناك حراك شعبي صامت تتخوف منه ميليشيا الحوثي الانقلابيه، ما الذي ينبغي على المستوى الشعبي المزيد من هذا الحراك الذي يعجل في زوال تلك الميليشيات؟ أخي العزيز، نحن نشهد على أيدي الناشطين والإعلاميين وأصحاب الرأي وأصحاب الأقلام الذين هم في المناطق بعيدة عن مناطق سيطرة الحوثي. يجب هذا وطننا، يجب على أصحاب الفكر وأصحاب الثقافة وأصحاب الألسن وأصحاب الأقلام القوية ألا يظلوا يتفرقون على الوطن الوضيع ويقفون موقف المحايد الذي هو في مناطق سيطرة الحوثي يعمل بكل ما وسعه. يجب عليه أن يتواصل مع الآخرين الذين هم خارج سيطرة مناطق سيطرة الحوثي، يجب عليهم أن يسخروا أقلامهم، أن يسخروا أفواههم، أن يسخروا منابرهم، أن يسخروا كل شيء، أن يسخروا أوقاتهم لتوعية الشباب، لتوعية المجتمع، لتوعية الأجيال بخطر هذه الميليشيات. اليوم الحياد بالنسبة لي أشبه ما يكون بشهادة الزور. لا وقت للحياد ولا وقت للصمت ولا وقت للتراجع ولا وقت للخوف. من كان خائف في مناطق ميليشيا الحوثي عليه أن يعمل قدر الإمكان للدفاع عن هذا الوطن وعن سيرة هذا الوطن وعن كرامة هذا الوطن من خطر هذه الميليشيات التي ظهرت على الساحة اليمنية. ومن كان خارج مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ليعلم أن عليه دين، أن عليه دين لهذا الوطن، هذا الوطن الذي عاش فيه وأكل من خيراته وتعلم فيه ووصل إلى ما وصل إليه اليوم. هذا الشخص، كل هؤلاء أصحاب الأقلام يجب أن يعلموا أن عليهم دين لهذا الوطن. إذا لم ندفع الوطن بأقدامنا، بأسلحتنا، بأفواهنا، بكل ما أوتينا من قوة، ونعد لهذه الميليشيات كل ما استطعنا من قوة، فإن الوطن سيكون من ضياع إلى ضياع. إذا كل واحد التزم الصمت وإذا كل واحد التزم الحياد، لمن سنترك الوطن؟ من الذي سيوجه هذه الميليشيات في الجبهات؟ من الذي سيوجهها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم نكن كلنا يد واحدة؟ أخي العزيز، أشكرك جزيلا الشكر الناشط السياسي مختار الوجيه، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، ختام حلقة هذه اليوم، دعونا نستعرض بعض ما كتبه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وتضييق الحريات التي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية. إذن بداية بأنيس الذي قال: الحوثي يمنع الأفراح والبهجة بحجة أنها دخيلة وشاذة، وهو الشاذ على المجتمع، ولكنه يحتفي بضحايا حروبه ويطلب زغردة النساء وفتح مكبرات الصوت وإطلاق الرصاص، يدفع الناس في مناطق سيطرته لتوقيع عرائض اختيارية ضد لحياتهم، ثم يقول إنها ملزمة للجميع إلا مضامينها فرض أفكاري. إذن يتحدث عن إجبار ميليشيا الحوثي الانقلابية لمن هم خاضعين تحت سيطرتهم بأفكارها وترويجها بالإكراه وكذلك بالإجبار. رعد قال: الميليشيا لا تريد أن يحتفل المواطن اليمني حتى في عرسه، بدل ما يدخلوه القفص الذهبي ادخلوه القفص الحوثي. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع الاحتفال وإقامة الولائم في الأعراس والمناسبات والانتصارات، وقال: أولم ولو بشاه وغيرها. فما يفعله الحوثيين يدل على عنصريتهم وتزييفهم وتشويههم للدين. وختاما مشاهدين الكرام بهذه التغريدة لمحمد التويجي الذي قال: تحت قانون تقييد حريات الناس والتحكم بحياتهم، جماعة الحوثي المسلحة تمنع تنظيم حفلات التخرج لطلاب الجامعات الواقعة تحت سيطرتهم، وذلك بعد أن جعل الطلبة حفلات التخرج مناسبة لإحياء الروح الوطنية بين الجماهير.
هذه الجماعة لو كان لها حق بأن يمنع الناس من تنفس لفعلت ذلك. وصدق ما تحدث به بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية استطاعت منع الأكسجين أو الهواء على المواطنين الذين هم خاضعين تحت سيطرتهم لمنعته وفقا لما نشاهده وما ترفعه تلك المنظمات من هذه الانتهاكات التي تمارسها بحق أولئك الخاضعين تحت سيطرتهم. أشكركم لطيب المتابعة مشاهدين الكرام، كنت معكم أنا أحمد الفرحان، كما أنقل لكم تحيات طاقم البرنامج، إلى اللقاء في حلقات قادمة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، ودمتم ودام اليمن بألف خير، في أمان الله.